في تطور جديد، تدفق الحمم البركانية في جزيرة لابالما الإسبانية يتباطأ. معطيات تثير شكوكا حول ما إذا كانت ستنتشر عبر الأرض وتدمر المزيد من المنازل بدلا من التدفق في البحر. وانخفض ارتفاع منسوب النهر العملاق من الحمم البركانية إلى 4 أمتار في الساعة عقب وصوله إلى أحد السهول بعد أن كان يتحرك بسرعة تصل إلى 700 متر في الساعة. وعلى الرغم من أن هذا التراجع في اندفاع الحمم أتاح الفرصة للسكان في الحصول على بعض أمتعتهم رفقة شرطة الحرس المدني إلى منازلهم في تودوكيه، تزداد التوقعات باستمرار ثوران البركان وعواقبه لمدة تصل إلى 3 أشهر تقريباً. ويقول الخبراء إن الحمم البركانية يمكن أن تسبب انفجارات وانهيارات أرضية وتنتج سحباً من الغازات السامة عندما تضرب المحيط الأطلسي. وفي حصيلة أولية أسفر تدفق الحمم عن تدمير أكثر من 200 منزل وأجبر 6000 شخص على الرحيل والإجلاء من المناطق القريبة من فوهة البركان. ثوران بركان كومبري فييخا الذي يأتي بعد 50 عاماً من الخمود لم يقف حائلاً دون استمرار الحياة بشكل طبيعي، ووصل السائحون الأوروبيون ارتيادهم الجزيرة دون عوائق لقضاء إجازات مجدولة مسبقاً. طلعت موسى، العربية.